سمعت ان في حاله مشتبه فيها ان هي بطريقتها طناش، والحمد لله ان هي طلعت مش طناش، مش من طناش، هي من فتره بعيده ساب البلد الشخص ده. واحنا خوفا مننا على الناس طلعنا نوعي الناس ونقول لهم يا جماعه ان في حاله كورونا ظهرت في البلد. وبعديها بعد الموضوع ده على طول انا والساده الافاضل قلنا ان نعقم البلد على طول بعد الموضوع ده، عشان ما يعني ان شاء الله ما يبقاش فيه اي حاجه، وخوفا مننا على الناس. احنا انشأنا جروب، مجموعه من الشباب المحترمين على مستوى البلد كلها، قمنا بتعقيم البلد كلها من بدايه الازمه جنبا الى جنب مع مجهود الدوله. احنا الحمد لله كلها بجهود ذاتيه وشباب محترمه، شباب كويسه كلها من اهل البلد، قمنا بتعقيم وتطهير جميع المساجد بتاعه البلد والاماكن الحيويه. وطبعا شباب البلد كلهم معانا، وانا واحد من ضمن الحمله، انا بقول ان تحت امر البلد والشباب كلها تحت امر البلد، واحنا كلنا مع بعض لحد ما الازمه كلها تعدي. هو بصراحه الفكره بتاعه التعقيم ديت جات لنا عن طريق النت، فكان في تفاعلات في كره اخرى، فاحنا قلنا المفروض نتعلم ونقف جنب بعضينا في الوقت دوت. بصراحه في تعاون من الناس، بس احنا بنطلب من الناس برضو ان هم يلتزموا ببيوتهم ويحافظوا على الاطفال وعدم الخروج في الشوارع والعمل على المواعيد المحدده من الدوله. الحمد لله كل يوم بنقدر بعون الله نعقم القريه كلها، انا واصدقائي المتطوعين في الحمله، والحمد لله ما بنحطش على الميه غير كلور وديتول، تعليمات وزارة الصحة. وطبعا لازم كل يوم نتجمع ونتواصل مع بعض ونشوف القرية محتاجة ايه. احنا طبعا بنناشد كل اهلنا في البلد المساعدة لينا والدعم لينا ان هم يفضلوا في بيوتهم، ونتمنى منهم ان يمشوا على تعليمات الدولة وعلى الارشادات. الزم بيتك، من فضلك خليك في بيتك، من فضلك الزم بيتك، خليك في بيتك، من فضلك خليك في بيتك، خليك في بيتك، مصلحتك ومصلحة بلدك خليك في بيتك، خليك في بيتك.